قمة القسوة عند الآباء والأمهات ألا يأخذوا بأيدي أولادهم إلى طريق النجاة. أنا أعجب كل العجب أنه اليوم ولدك أنت يا الواش راك تولد وراك مزوج الواش، وش من صلاح عندك بلا ولدك؟ أنا ذا هي اللي مازال شدت لي مخي. اليوم المفروض أنت يا جبت ولد روح اجري على الولد، ربي لنا الولد باش ما تخرج لنا ذرية ذرية كحيوان مش كإنسان، لأنه اليوم ولدك هذاك اللي ماهوش مربي أثر لي على ولدي أنا اللي مربي، بنت هذاك اللي ماهيش مربية تأثر لي على أختي أنايا اللي مربية، ما لا تخرج للشارع خرج تربية صالحة. إلى أنت يا صالح أصل أحبة الحبيب وعشاق سيرة الرسول، ما نعاني منه حقيقة وما يعاني منه كل أب وأم في هذه الحياة هو هذا الانتماء الذي يعود إليهم بالسلب. اليوم كاين ياسر ناس مايش أصلا تمدح عيلها باش ينقال لك عيلي من الناس الفضلاء ولا عيلي من التربية الصالحة. اليوم عندنا واحد التربية باش يقولوا الناس ولده مربي، لكن ما أبوه ماهوش مربي أصلا، البو تلقاه ماهوش مربي ويحوص يخرج تربية صالحة ويدور يخرج نشأة صالحة. سبحان الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. المفروض أي واحد يوم مزوج هذا الحديث نص بعينيه، هذا الحديث يحطه قدام شمبر الدار وقبل لا دخل على مراته. لماذا؟ لأنه أنت المرأة التي تطأها ليلا وتخرج منها الذرية هي الذرية التي تنشأ على التربية الصالحة. اليوم سبحان الله راه في المدارس ناس تشكي وأساتذة خايفين. أنا في حياتي ما شفت أستاذ خايف كما هذا الزمان اللي رانا فيه. أستاذ يقري العلم وينشئ التربية الصالحة وهو أصلا ما وش مربي. أنا شفت أساتذة خاصة أساتذة كيعودوا نساء، أنا شفت أساتذة سبحان الله كاشفة على ركبتيها وكاشفة على فخذها وكاشفة على صدرها وتقول لك تدور تخرج الجيل. خرجي نفسك من المستنقع اللي راكي فين بعد خرجي لنا الجيل. سبحان الله العظيم، فلماذا اليوم عندنا خيانة أمانة؟ قال الله سبحانه وتعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. معناته كل واحد اليوم على وجه هذه الأرض استرعاه الله الرعية، يتكفل بأخواته مثلا بأهله ولا يتكفل بأي حاجة اليوم أنت مسؤول عليها، غدا ستحاسب عليها. اليوم هذا العي اللي رامي ضربوا الأساتذة ويوقفوا مجرمين ويوقفوا أصلا هذو العي قبل دخلتهم ما كانوش مربيين من الأساس. لأنه ماذا؟ لأنه في آخر السنة تخرج النتيجة نتاع التربية إن كانت صالحة، بصح النشأة نتاع التربية تعود ماهيش صالحة هذا هو النتائج أصلا اللي تخرج منهم. معناته يا أساتذة لم تربوا، يا أساتذة لم تعلموا، يا أساتذة ما بلغتوش الرسالة كما أوصاكم رسول الله. لماذا؟ لأنه اليوم أي سباق تدخلوا لازم في نتائجه ولا في مراحل النهاية نتاعه تشوف نتيجته هل إن كانت مثمرة أم لم تكن مثمرة. ما نكذبوش على بعضنا، اليوم الناس راهي غير تتزوج، الناس قاع راهي مدى به يتزوج، لكن ما من يسأل سؤال ويقول هذا الناس كي تتزوج هل يا ترى لهم الحق الجدير باش انهم يخرجوا لنا نشأة اللي هي اصلا تولي صدقة جارية بعد ما ماتم؟ هذا ما عندناش الحساب. لماذا اليوم عندنا الناس المهمة انا يرني وين عايش ما شاء الله، ولكن ما عيلك وينهم الله اعلم. انا سقصيت واحد من الناس قلت له يرحم ولدك سنة واش يقرأ؟ قال لي والله اشهدك الله اني مني عارف اش من سنة يقرأ هالطفل، اش من سنة يقرأ ما وش عارف، لكن ما كتجي المنحة انت على العيل اول من يمشي هو، لكن ما كي عيطوا له المؤسسة روح يا ودي ما يخلي كلمة ما قالها الولد. لكنما اليوم أمهات رام هما السبب في اعوجاج أبنائهم. لماذا؟ اليوم هي كي تغدد ولا كي تنرفى ولا كي مثلا ما يعجبهاش الحال تقول له يا حمار، تقول له يا ولد ما نعرف منين جيت، يا ولد ما نيش أنا أمك أصلا، وغدوة تدور من نفس الولد. هذا النتيجة يا أباء، إن كنتم آباء استرعاكم الله رعية فحافظوا عليها. اليوم الناس راهي تناقش بعضها بالأقنعة، أنا شفتهم في الإذاعة وشفتهم هنا عندنا في المؤسسات ثانوية أبي ذر الغفاري، عيل بلا تربية، لا مراقبة، لا أساتذة قائمين بالدور، لا مدير قائم بالدور، لا وزير التربية قائم بالدور، لا هذا المجال كله قائم بالدور. أول من فلتت منه نتائج التربية هي الأسرة. الأسرة من أب وأم، ثم هذوك اللي تزوجوا من أب وأم يخرجوا لنا الطفل حطوه لنا في الشارع وهو موش مربي، أثر على واش؟ أثر على اللي كيفه، لأن الصاحب يكون ساحبا لصاحبه إن كان في الخير أو إن كان في الشر. هذه نتائج كل الناس يتوقعها لمن لا تربية له. وكما قال الحكماء: قمة القسوة عند الآباء والأمهات ألا يأخذوا بأيدي أولادهم إلى طريق النجاة. أنا أعجب كل العجب أنه ماذا؟ أنه اليوم ولدك
انت يا الواش راك تولد وراك مزوج الواش، واش من صلاح عندك بلا ولدك؟ انا ذا هي اللي مازال شدت لي مخي. اليوم المفروض انت يا جبت ولد، روح اجري على الولد، ربي لنا الولد باش ما تخرج لنا ذريه كحيوان مش كانسان، لانه اليوم ولدك هذاك اللي ماهوش مربي اثر لي على ولدي انا اللي مربي، بنت هذاك اللي ماهيش مربيه تاثر لي على اختي انايا اللي مربيه، مالك تخرج للشارع خرج تربيه صالحه. الا انت يا صالح اصلا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. لماذا سبحان الله النهج القراني قال قرة اعين؟ لماذا؟ لانه المقصد في التربيه هي قرة العين.